ليس تنظيفا اعتياديا في مكان عادي، بل نحن في مدينة جرش السياحية، حملة تنظيف يقوم بها متطوعون من مؤسسات مدنية عدة تهدف إلى دعم الحفاظ على البيئة في المواقع الأثرية. في نجاحها بأوروبا وأمريكا المخالفات القاسية للي بكب زبالة، اللي بيرمي نفايات يجب أن يعاقب، $500 بأمريكا يعني 350 دينار أردني. فإذا هاي رقم واحد. اثنين، احنا بنطلع على الموضوع من منطلق كمان تعليم وتوجيه. يعني الأطفال اليوم احنا مجتمع فتي، تمام؟ فالمجتمع الفتي طلابه بالمدارس، فإذا عندنا فرصة اليوم ان نحط بمناهجنا ونخلي الأطفال يتجهوا نحو الاقتصاد الأخضر وفهم كيف إدارة البيئة. الحملة سلطت الضوء على مدينة جرش السياحية التي تستقبل 300,000 سائح سنويا، فالمدينة الأثرية غابت عن المشهد جراء إلغاء مهرجانها الفني السنوي منذ عامين، ليعيد مئات المتطوعين الحديث عنها مع انتقاد لبعض من أسهموا بإهمالها. هلا احنا اليوم بلشنا ننظف بالموقع هون، بس لاحظنا هون عند هذا السايت بالذات عند المطعم يعني معظم الاشياء تراش من عنده، بقايا حرق، في أرابي، في بلاستيك متروكين ورا مخبيين، بقايا زينة، يعني في اشياء ممكن تنظفه اكثر من هيك، بقايا دخان مليان على جناب المطعم، يعني مش متعبين حالهم يخبوها لورا. وعلى الرغم من ان المدن الأردنية بشكل عام تعد من المدن النظيفة، الا ان المعنيين يؤمنون بوجود قصور ما في ثقافة النظافة في البلاد بعد ان اصبحت اللامبالاة غريزة عند البعض. يعني نحكيها بصراحة، احنا ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة بشكل عام في المجتمع الأردني يعني بدنا نتعب حالنا أكثر، لأنه احنا مفروض الجيل الحالي يعني نحاول نوعي الجيل القادم الأطفال. ويؤمن المعنيون بتنظيف المكان بأن من الظلم المقارنة بين من يبني ومن يهدم، فالفرق شاسع بالنسبة لهم بين من يسعى للحفاظ على البيئة والطبيعة ومن يخذل الطبيعة وجمالها. لا تعبث في الطبيعة، شعار رفعه القائمون على مشروع تنظيف المواقع السياحية في الأردن في محاولة لتوعية المواطنين، مع إدراكهم بأن النظافة ثقافة يكتسبها الإنسان من مجتمعه ومحيطه العائلي. ناصر شديد، BBC، من مدينة جرش الأردنية.